اقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب، الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم يأخذون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for cameras. واو، أتوقعت واثنين. اطلع عليك نهاية الملعب.